ما الخطأ الذي ارتكبه الساسة ودفع الناس للعودة لمثل هذه النماذج عوضا عن المطالب حقوقهم من خلال منصات القضاء؟ ما زي ما قلنا، أولا الساسة للأسف الشديد ينتظر هذا الشعب، ينتظر الهدوء، وينتظر أن تأتي يعني قوة من 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 كوكب آخر لتحل الإشكاليات السياسية في البلد، عشان بعدين الشعب المسكين ده اللي هم جايبين خبره ده يجي ينتخبهم يعني في صناديق الاقتراع. بئست هؤلاء السياسيين. للأسف الشديد أنا لا أتوقع منهم أصلا أن يتقدموا المسألة. لذلك الشعب السوداني الآن يا شيخنا لا يمكنه، وعرفوا إنه ما لا يمكننا أن نعود للقضاء، لأنه للأسف الشديد الآن كل المؤسسات العدلية حصل فيها تجريف، وحصلت فيها إشكالات، وحصل فيها مشاكل. لماذا لا تقوم المحكمة الدستورية اليوم؟ لماذا عامين كاملين ولم يكملوا عضوية المحكمة الدستورية؟ هذا أمر مقصود، والناس كتبوا ويتكلموا وخطبوا وحللوا في 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 القنوات، وملأوا الدنيا ضجيجا لقضية تأخير قيام المحكمة الدستورية وقضية تأخير مجلس القضاء العالي. هل 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 السكوت عن هذا يعني مشغلة أو لا؟ هذا أمر مقصود، لأنهم يعرفون تماما أن 90% من القرارات التي اتخذوها كان يمكن أن يكون للمحكمة الدستورية رأي فيها ونظر فيها، وكذلك مجلس القضاء العالي. لذلك أخي الناس هكذا يا أخي. ما الشعب السوداني ده الآن للأسف الشديد إذا وصل مرحلة أن 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 يقتنع تماما أنه لا عدالة، أنه لا مؤسسات عدلية، أن حقه لا يمكنه أن يأتي به بالطرق الرسمية، هذا كلام خطير، وهذا الذي سيجعل للإدارات الأهلية وللتحشيد ولغيره دورا في 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 أن يأتي بالحقوق، وهذا كلام خطير جدا، خطير جدا. دكتور، يعني الآن اليوم تريك ووجدنا بعض القبائل الأخرى ربما وحتى بعض أفرادها ينادون بأنه يعني يشجعون مسعى تريك في هذا الخصوص وهذه المطالب. هل يمكن أن نرى حالات مشابهة في ولايات أخرى؟ والله هذا متوقع. من الذي قال أن شمال السودان أفضل من شرقه؟ من الذي قال أن وسط السودان أفضل من الشرق والشمال؟ كلها هامش، كلها مثل بعضها، كلها تعاني يا أخي. الآن المناطق الزراعية في الشمال والشرق والوسط كلها الآن، الناس الآن يدهم على قلوبهم من أن العروة الصيفية ستفشل بسبب فشل هذه الحكومة في أن توفر مدخلات الإنتاج لهذه العروة الصيفية. أليس هذا واحد من الأسباب التي تدفع هؤلاء أيضا أن يتكلموا على أن على 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 أن تذهب هذه الحكومة وعلى أن يذهب هؤلاء القائمين عليها؟ هذا كلام واضح. زد على ذلك السياسات الرعناء التي لا دخل لها بالمواطن، ولا والمواطن ده ما موضوع في رحى اهتماماتها ولا في ثانية واحدة. للأسف الشديد يعني قرارات كلها، بالله عليك انت الآن جاري الجري ده كله عشان ترفع الديون. إن رفعت الديون عن السودان، شوفت كيف الناس الديون ما رفعت حتى الآن، دي كلها وعود. لنفترض أنها رفعت، انت رفعتها عشان تستدين مرة أخرى، انت رفعتها عشان تعمل شنو؟ انت رفعتها عشان تنتج. اعطونا خطة واحدة تكلمتم عنها من أجل الإنتاج، لا يوجد. أخي يا أخي هذه الحكومة كم كنت أتمنى أن يقبلوا النصح ويريحوا أنفسهم ويريحوا الناس. أنت ما عندك حلول، لماذا تزعج نفسك ولماذا تزعج الشعب وتزعج الناس يا أخي؟ لماذا لا تذهب؟ يعني أنت لماذا مستمسك يا حمدوك؟ سؤال كده، لماذا حمدوك مستمسك بهذا الكرسي الآن وأنت قد سمعت الشعب وسمعت الناس وسمعت المحللين وسمعت السياسيين، سمعت يا أخي حتى الحاضنة السياسية التي أتت بك، أنت سمعتهم ولا تزال مصرا يعني على البقاء. أنت لن توفق لأنه أنت ما عندك فريق، أنت ما عندك فريق، عشان كده أنت ما هتنجح ولا هتمشي لقدام. أنت ما مشيت، أنت جيت للجنة إزالة التمكين لشنو؟ ما جيت للجنة إزالة التمكين لأنه هي البروباغندا الوحيدة التي قاعدة يعني تسمو لكم. فلذلك أخي أنا على قناعة أن هذه الحكومة إذا لم تفكر تفكير جاد سينفجر السودان،
سينفجر السودان، الشرق أثره سيصل إلى كل هذه المناطق.